شكرا شكرا صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، أصحاب الفخامة والسمو، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر وعميق الامتنان لكم جلالة الملك ومن خلالكم إلى شعب مملكة البحرين الحبيب الكريم وحكومتها على ما أحطنا به من رعاية وكرم وحسن وفادة، وأن أهنئكم على تبوؤكم رئاسة القمة في دورتها 33، وأدعو الله أن يوفقكم إلى ما فيه خير أمتنا وشعبنا. كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما بذلته الرئاسة النشطة للمملكة العربية السعودية خلال القمة الماضية، والتي تزامنت مع أحداث انجزام شكلت تحديا كبيرا للعرب وللجامعة العتيدة. جلالة الملك، إن هذه القمة تعقد اليوم في ظروف استثنائية، فالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة بكل ما ينطوي عليه من وحشية وتجرد من الضمير يمثل حدثا تاريخيا فارقا، ولن تنسى الشعوب العربية ذلك العنف الأعمى الذي أظهره الاحتلال الإسرائيلي، وهو يستهدف النساء والأطفال ويطارد المهجرين والمشردين من ملاذ إلى آخر بالقنابل والرصاص. وقد صار العالم كله مدركا لحقيقة باتت ساطعة، وهي أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان، فالاحتلال لا يمكنه الاستدامة سوى بممارسة التطهير العرقي وبالإمعان في فرض واقعه الغاشم بقوة السلاح. أما طريق السلام والاستقرار في هذا الإقليم فيقتضي منهجا مختلفا، يقتضي تخلي الاحتلال الإسرائيلي عن أوهام الاحتفاظ بالأرض والسيطرة على البشر، ويقتضي الإنهاء الفوري للاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 67. لكن للأسف ما رأيناه من الاحتلال عبر الشهور الماضية وربما أيضا لعقود طويلة يشير إلى أن الأوهام لا زالت تحكم التفكير، وأن تصورات القوة والهيمنة العرقية لا زالت تسيطر على السياسات.